يا ماما انا بتاع الحاجات دي، احنا كبرنا على الكلام ده. هدية ايه اللي انا جبتها دي؟ ايه؟ هو مش انت اللي جايب لي الحاجات دي؟ يا حبيبتي انا، انت برضه يا سهير فاهمه ان في حد هيجيب لك حاجه وانت في السن ده. سن؟ اخص عليك يا عبد الصبور، دي كلمه تقولها لي برضه؟ هو انت عليك تقولي كلمه زي دي؟ ان ما طينت عشتك يا عبد الصبور ما بقاش انا. ايه يا سوسو؟ سهير ولد تعال هنا يا ولد، تعال هنا. خلي العماره تولع بقى، الحاجات دي بتاعت انا. بس مين اللي جابها؟ مين؟ صباح الخير يا طنط. طنط؟ صباح الخير يا حبيبتي، عايزه ايه يا شاطره؟ انا هبه صاحبه حازم. صاحبه حازم؟ وكنت عايزاه يا طنط. وعايزاه في ايه ان شاء الله؟ اصلي بتصل بيه طول النهار موبايله بيدي مشغول، كنت عايزه اطمن ان هديه الفالنتاين بتاعتي وصلت له. فالنتاين؟ حازم؟ انت اللي جبتي الدبدوب؟ دبدوب؟ دبدوب ايه؟ انا اللي جبت له القلب الاحمر. امال ايه حكايه الدبدوب ده؟ صباح الخير يا طنط. صباح انتوا متفقين ولا ايه؟ طنط ايه بقى؟ ما تلموا نفسكم. نعم انا سلمى صاحبه حازم، وكنت جايه اطمن ان هديه الفالنتاين بتاعتي وصلته. صاحبه اتنين هديتين؟ انت اللي جبتي الدبدوب؟ دبدوب؟ يا انا طبعا جبت له تيشرت الاهلي اللي هو بيحبه. الحمد لله. طب الحمد لله مش عارف، يبقى الدبدوب من نصيبي الحمد لله. صباح الخير يا طنط. انا بتاعت الدبدوب. يا برنس والله العظيم انت ما فاهم حاجه وعبيط واهبل. اه والله العظيم انا النهارده اساسا جاي لي 3 هدايا في فالنتاين من 3 بنات مختلفين تماما. اه والله يا عم انا اجيب هدايا ايه؟ انا ما اجيبش هدايا البنات، البنات هي اللي تجيب لي على طول. اصل ما بقول لك كده والله العظيم. والله العظيم التهبي اصلا فاهمك الموضوع. اصل التلات بنات دول كل واحده من محافظه شكل، واحده مثلا من القاهره، الثانيه مثلا من 6 اكتوبر، واحده في فاصل جديده، فعمرهم ما يتقابلوا في يوم واحد. اه والله. وغير كده البنات دي اساسا اللي انا بحبها دي زي القمر وهبل في نفس الوقت. اه والله العظيم هبل هبل يعني، بص يعني قمه العبط اللي في الدنيا عبط. اه والله هم كويسين وغلابه يعني الصراحه. اه يعني هم كويسين جدا، كويسين جدا. اه والله العظيم مساء الخير. بس ورحت رامي له 7000 جنيه في وشه، قلت له ما باخدش عربيه من حد انا الصراحه. اه بس عشان اضايق نفسي ليه يعني؟ يا بخت من زار وغار، يا بخت من قدر ومشي. مساء الخير عبد الصبور. الشرطه يا عبد الصبور او الاسعاف. يا بابا يا بابا. كلها هتبات في نكد، وكده بقى بالنسبه لي هيبقى هابي فالنتاين.